بسم الله الرحمن الرحيم. شو عم بصير معك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو اسمه الشيخ؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. إن كيد الشيطان كان ضعيفا أهدى بإذن الله. طلع فيه يعني ناس الشيطان يعني في جن ريكبو ولا يعني مس هذا مس يعني ممشوش مس يعني فتكيف هو سحر القتل واسم نوع السحر هذا اسمه سحر التوكال. اجوا المشايخ اللي عملوا يعملوا رقى قالوا انه في عنده جن. هاي من وين الجن؟ طالع من عند شيخ شوقي اول مره. رجعوا اجاني جن من عند شيخ نجدان. لهلا تماي تبع الشيخ نجدان موجود بجسمي. في اكثر من 80 حالي هون عندهم. عم بيقولوا هني انه الشيخ شوقي والشيخ مجدد هني عم بيسحروا وعم بيشعوذوا ويبعتوا الجن للعالم. شو عم بصير معك؟ احكي معي. احكي عم تسمعني؟ رايحين لعند الشيخ. شو اسمه الشيخ؟ شو اسمه الشيخ اللي حط لك الجن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو عم بصير معك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو اسمه الشيخ؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شو اسمه الشيخ اللي حط الجن فيك؟ شوقي. شو اسمه؟ شوقي. شوقي شو؟ شوقي. ما بتتذكر شو صار معك؟ لا بتعقرب معك. أنت مريض لا تستفرخ؟ لا ما في شيء. آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ربنا وإليك المصير. انت شو جن؟ وين عايش يا محمد؟ وين عايش؟ عايش بجسم محمد. وين عايش؟ هاي صار لي معاه جمعة. سوفيش عن حالي أنا. ما سوفيش عن غيري. عن غيري معه. ليش في كذا جن بجسمه لمحمد؟ كم جن؟ كثير. يعني كم جن؟ أنا شو بدي بغيري؟ أنا سالف عن حالي وبس. أنت ليش ضليت تسألين أنت؟ بس أنا سالف عن حالي وبس، ما خصني بغيري. ليش جيت لهون؟ هو الزن عم. مين وزك لعنده؟ طيب السحر مشي شو؟ اللي صندلت اللي مشي ايش السحر؟ بس فهمت مشين ايش؟ انا ما بشد اعرف اذا انت ما تعرف انا بدي اعرف البسه. طلع فيي، طلع في عينك بعيني اذا ابضاي، طلع فيي كانك ابضاي، طلع فيي، طلع فيي، طلع فيي اني املك بحق اسم الله، طلع فيي. شدك مني؟ طلع بس عينك، حط عينك بعيني. شدك مني؟ انا اصلا شدك مني ولا بدك تعذبه؟ لا بدي اعذبني، هو ما يسمع قران اللي ما حاشي. اللي جينا شو؟ مسلم. انت ليه عندك فيي؟ انا ما اعذب، هم الزن اللي عندك. أنا ما رحت محل عنده. مين هني؟ رباني وطعماني وشربني ونورني عنده. إيه.
استحلفك بالله الذي رفع السماوات بالعمل، استحلفك بالله الذي رفع السماوات بالعمل، والذي بسط الأرض على ماء جمد، والذي خلق الخلق وأحصاهم عدد، والذي قسم الأرزاق ولم ينسى أحد. اللي شو بتعمل؟ اللي شو بتعمل؟ عظام. ضيوفنا لهالموضوع مشاهدينا رح يكونوا الشيخ سعد الله السباعي، باحث في علوم الرقية الشرعية، ورح يكون معنا كمان محمد. ومحمد بيقول انه هو وعائلته 8 افراد من عائلته عندهم مس من الجن. من العائلة بشكل عام. من العائلة بشكل عام. ورح يكون معنا كمان شوقي كنعان اللي هو متهم بممارسة الأعمال اللي لها علاقة بالسحر والشعوذة. ورح يكون عنا كمان أحمد اللي هو بدوره كمان أحد ضحايا هيدي المواضيع. خليني بس محولي بلش بالضحايا، يعني خليني بلش بمحمد. محمد بتقول انه انت تعرضت، يعني انزرع داخلك جن، وانت حتى بتحكي معه؟ لا انا ما بحكي معه. او بينطق من خلالك؟ بينطق من خلالي. نعم. طب خبرني هالشيء كيف صار، وين وانت بلشت حياتك تتغير؟ بلشت حياتي تتغير من فترة 4 شهور تقريبا. صرت شوف منامات بالليل، ما عاد صلي، ما عاد في اقرأ قرآن، صرت اوقع وغيب، بصير بحالة من الهستيريا، كسر كل شيء حوالي، ما بوقع على شيء. لا صار، واخر شيء بجيبوا لي رؤية شرعية بسمعوني اياها على التليفون. نعم. عن طريق الرؤية الشرعية بصيروا يحكوا مع الجن هن. مين بعتك؟ بقول لهم شوقي. من عند مين انت؟ من عند شوقي. يعني الجن نفسه عم بيقول. الجن نفسه عم بيقول بالروبرتاج، طلع الجن. نعم. عم بيحكي بيقول من عند شوقي، وكله من عند شوقي. بس انت كنت تعرف شوقي قبل؟ لا انا ما بعرفه الزلمه. انا ما بعرفه، وانا من طلعت لعنده على الضيعه، معنا ست شيخ هون، سمعت الشيخ بيعرف. انا من طلعت لعنده على الضيعه وقعت على الطريق بالروبرتاج، وقعت انا على الطريق وصرت استفرغ وكل شيء، وسمعت الشيخ بيعرف هون لو شيء منه من عنده انا ما بوقع ولا بصير معي شيء. بس انه هيدي المواجهه عملت عندك هيدي العوارض. هيدي العوارض صارت من مواجهه، لو ما واجهته انا ما في شيء. بس انت عم تقول انه في من عائلتك كمان ناس؟ كلهم من عندهم وعم بيقولوا نفس الشيء؟ ايه، احمد من عائلتي وكل عائله وحده نحن، وسمحت الشيخ هلا حكوا معه، وهلا هو كمان باعت لحدا من العائله كمان وعم بيقول نفس، وهلا باعت حدا جديد للعائله. ايه باعت اليوم، باعت في حدا اجى على العائله اليوم، واحد جديد. طب هو ليش بده يعمل هيك؟ هو عم بياخذ مصاري من عالم وبيكتب لنا وبيسحرنا. نحن اجينا على البرنامج لهون بدنا الدوله تاخذ لنا حقنا. نحن طيب. كناس عاديين ما فينا ناخذ شيء. خليني اشوف رد شوقي عليك هلا. تفضل يرد البدء. حضرتك متهم بهذا الموضوع، وكمان يعني بيطلقوا عليك لقب شيخ. شيخ اول شيء حضرتك؟ لك مين يا شيخ؟ انا عسكري متقاعد. نعم. عندي عسكري متقاعد؟ متقاعد نعم. نعم. بقرا شرعي لا اكثر ولا اقل. اذا في جن او سحر بس لا اكثر. بتشوف اذا في جن او ما في ولا بتشيله؟ بشيله اذا في. بتشيله للجن؟ نعم. اللي بي تفضل بعد اذنك. هو في شيء للجن من الشخص اللي منه حاط الجن فيه، بس انا كحالتي انا ما في شيء للجن مني، هو لانه هو اللي عامل لي السحر. شو رد سمحت الشيخ بيعرف هالشيء؟ لو سمحتي انا بدي اقول شغله، بس قبل ما هو يبلش ويحكي، اول شيء هو ما بيقدر يعرف عن نفسه لا شيخ، واساسا هو ما بيتعاطى بالرقيه الشرعيه حسب الناس اللي راحوا لعنده واللي حضروا عنده. هو معروف عنه انه بيشتغل مقابل اجر ومصاري. يعني عملها تجاره، وهذه بالقانون حتى بيعتبروها نصب واحتيال. بنفس الوقت نحن منا امام هلا انه شخص والله له علاقه بالرقيه الشرعيه، لانه نحن بطرابلس اتصلنا مع المشايخ وحكينا مع فضيله المفتي. نعم. وحكينا حتى مع الشيخ خالد عزو بالمنطقه، كلهم بيعرفوا انه هو ما له علاقه نهائيا بموضوع. طيب لا المشيخة ولا حتى الرقية الشرعية. خليني بس، هو قال انه منه شيخ، يمكن لأول مرة بيقول انه منه شيخ. انت أول مرة بتقول انه منك شيخ؟ نعم. معروف بالضيعة انه انت شيخ او لا؟ انا ماني شيخ، انا عسكري متقاعد بقرا شرعي لا اكثر، وبدون اجر اي شيء، عم نفهم الحديث. وانا طيب مسؤول عن كلمة. بدك عليه ولا شيء؟ بليش ابدا، لم تهلي ولا قلت بقى. انا مسؤول عن كلمة. طب ليش بتهمك محمد؟ والله مثلي مثلك. سؤال معلش، خلينا نسأل معلش. شو اسمك محمد؟ اه قلت لي عندي انت؟ اه قايمة امبارح؟
من ثلاث ايام. ها انت من جده؟ صدقنا. اول شيء انت منين؟ انا من الويله. ها؟ من الويله. منين من الويله؟ فاهم؟ من حنيده. عظيم. ليش اسحرك؟ السؤال الاول. انت عم تاخذ مصاري وعم تسحرك. والله فهمت، والله فهمت، عم ياخذ ذهب مو مصاري. عم تاخذ مصاري. والماظ ما عم تاخذ مصاري انت؟ اعوذ بالله. هو ستريمه هو على الرؤية الشرعية ما بياخد مصاري، لما بيعمل رؤية شرعية لواحد ما بياخد مصاري، أنا ما بدي أظلمه، بس لما بيسحر شخص بيوكل عليه جانب ويفوته بجسمه بياخد مصاري على الشهادة. طيب أنت شفتني؟ أنا ما شفتك، بس أنا الجن اللي فيني حكى، والجن اللي مع أحمد حكى، واللي شو بعد إذا عدلك لعدلك؟ أعد أستعد أستعد، مين قال لك الجن اللي حكى معك؟ مين قال لي؟ ليش الجن سيدي بالأول؟ كيف؟ جن سيدي. سيدي؟ جن سادي. طيب عندي كذاب وعند احمد كذاب في 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 كم كم حاله بحنيدر؟ بحنيدر كم حاله؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ كم حالة؟ لا بتعرف كم حاله؟ في حوالي بين حنيدر وكنيس وادي خالد، مناطق ضيع وادي خالد، في 80 حاله. 80 حاله؟ ايه من هيد كلهم اكثر من عند شوقي ونجدات. نجدات نعم. نجدات هيدا الشاب معه سحر للقتل من عند نجدات. ليش ما قلنا من عند شوقي؟ نعم. نحن ما لنا نحن ما لنا جايين لهون على البرنامج. نعم. لحتى نتعدى عليه ونقول عليه حكي باطل. نحن صحيح. نحن جايين لهون لحتى نفرج العالم كله حقيقته شو هو. طب ليش بده يتهمك اكثر من 80 شخص بهذا الشيء؟ والله مثلي مثلك. هذا اول شيء برجع بعيد الحديث. اول شيء انا بدي اساله هو سؤال، مش عم ياخذ مصاري منك؟ ما هي مني انا. لا ما انا قلت لا، من اللي عم تسلطن عليه. من اللي عم من انا مصاري؟ لا قصدي الناس اللي عم بيقولوا كانه في ناس لهم مصلحه ياذوه، فعم يبعث تبعت له انت الجن. ابدا اللي عالمته بدي. أول شيء رح نرجع كل حالة تفاصيل. يعني ما كنا رحنا ودي خالد، في حد مني عالم جيران. نعم. أكرم كل واحد معه بيملك مليون دولار أو مليون دولار. كنت عندي أدرى وانتبه بعرف اسم أمن واسم بوهن واسمن وكل شيء، حد مني حن. كنت ببعات الجن بسحرهن ولا شروع ودي خالد ما محن شيهن مثلا. إيه بس هي السؤال شو مصلحته يعني؟ إذا عندي مصلحة الناس، في ناس معينين أعدائكم يعني بيبعتوا في ناس هو بيعرفهم. ايه والله ما نحن طالب الاجهزه. طب خليني بس اسمع احمد، برجع لقصتك احمد. انت شو وضعك بهذا الموضوع كله؟ نعم انا تعرضت كمان للشعوذه. ايه من؟ من قبل المشايخ سحره. مين؟ كمان مين؟ من نجدات. راح عندي سمي اثنين. ايه نجدات وشوقي. اول مره شوقي وثاني مره نجدات. ايه. ورحت لعند مشايخ ورقى شرعيه وطلعوا الاسمين معي شوقي ونجدات. كمان رايحين عالم مشان يعطون مقابل مبلغ من المال، بيضروني عاطينه مصاري مسلط لجان. طب انا سؤالي، انت قايل انه هيدا الشيء مانعك تاكل؟ نعم ما باكل يعني ستريمر. هلا حالي بالمنام باكل كل الليل وبالنهار فيه ما باكل. بس شو له علاقه هيدا بانه الجن ساكنك؟ ما هو نوع السحر، السحر اللي بعتليه من نوع القتل. من نوع القتل؟ ايه. كيف يعني بيقتلك بانك عدم؟ ايه مشان ما باكل ما بشرب. ايه بتموت لحالك. ايه وشوقي ونجدات بعثوا لك اياهم برايك؟ ايه لا نجدات اخر واحد. نجدات بعث لك اياهم؟ بس هو كيف واحد بتجي الحالة يعني؟ انت هلا قاعد عم تحكيني بتجي ما حاسبك شيء. انا بعصب بكرز بصير بكسر وجع راس ضيقة خلق. وهذا بيجي بقد ايه وقت بالنهار يعني هالشيء؟ اوقات مرتين ثلاثة حسب. ستريما بس طيب. فيدك بشغلة. هلا انا كنت قاعد جوا بالصالون ناطرين قبل ما اجي سمعت الشيخ من مرق، هو منقطع من قدامي وقعت انا محلي دغري لحتى اجى سمعت الشيخ وعلمني كم آية قلتهم لحتى ما أوقع بالحلقة وكف الحلقة. طب خليني أروح لعند فضيلة الشيخ سباعي. حضرتك يعني بدي بس توضح لي أمور، يعني بس نحكي هذا الموضوع أحيانا حتى قدام مشايخ بيقولوا هذه حالة بحاجة لعلاج طبي، يعني هذا الشيء حتى لو الجن مذكور بالقرآن ما مذكور أنه يعني قد يفعل الشيء اللي عم بيصير ب 80 شخص هلأ مثلا، وكأن حالة نفسية أو خوف معين صايبهم بالجملة أو شو؟ لو افترضنا هذا الموضوع كل شيء بيتعلق بعلم النفس اساسا عندهم تفسير له. نعم. بس اللي ما عندهم تفسير له نحن عم نحكي عن سحر ثابت بالقران وبالسنه. يعني هذا ممكن اللي صاير انه واحد يبعث لحدا جن. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اذا هو علم، وهذا العلم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني حتى من علم السحر انه يفرق بين المرء وزوجه، وزائد انه السحر حصل بايام النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. اليوم مساله الحسد والنفاثات في العقد موجوده بقول قل اعوذ برب الفلق. نعم. واضحه. لكن بس انه هلا شوقي ونجدات عم يبعثوا لاكثر من 80 شخص، هذا دينيا عم بحكي انا، سؤالي يعني ما بعرف
ما عندي فكره ابدا عن الموضوع كيف بيصير باي طريقه، بس مخيف اذا هيك. هلا يعني هالشخصين عم يبعثوا، هلا هو بده يبعث يبعث لمين يبعث؟ لاني بتوجه اول شيء لا قصدي دينيا هيك بتصير يعني انه بيبعث هو جن ليسكنوا؟ لا هي لا لا الله سبحانه وتعالى فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، ورب العالمين قال له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، ان كل شيء لما عليه حافظ، فكل نفس لما عليه حافظ، كل الحفظه موجوده يعني ما في في قوانين رب العالمين. ليش بهالمنطقه 80 شخص؟ مش والله بتفلت الجن والشياطين مثل ما بده وساعه اللي بده. نعم نعم هذا السؤال. بس في ناس بيروحوا عند سحره وبيطلبوا منه من بعد ما يكونوا اخذوا من اتره واخذوا من ثيابه. طب شو الحل هلا؟ شو الحل لهول يسلموا هالناس؟ هلا هول ان شاء الله بده يفوتوا، لان حكينا مع المشايخ لانه هن اساسا ما كانوا عم بيروحوا للمرجع الصالح. اساسا هن عم بيروحوا عند سحره. طب وشو بيصير بالاشخاص اللي هن مش مشايخ بس عم يعملوا الرقوه الشرعيه؟ ما عنده رقوه هو اساسا، انا ما بعترف فيه كشخص. طب بس شو لا بعترف فيه كشخص؟ كيف يدانوا من قبل مراجع دينيه؟ معه جن مبسوط فيهم، معه شويه سنافر حواليه وعم بيتسلى فيهم وبيتسلوا هن فيه كمان. يعني هو معتبر معه كم صنفور من هالشياطين اللي معه، مفكر انه هو بيقدر يساعد العالم فيهم. اليوم انت طالما منك راقي شرعي دغري حتتحول مباشرة انك تتعاطى مع الجن. انت بتقعد بتشتغل وبتتعاطى مع الجن. شو السبب ليش؟ نعم؟ القرآن حرام؟ القرآن حرام؟ نعم. انت بتقرا قرآن؟ رؤية حرام. انت بتستعين بالجن ولا لا؟ ابدا. انت ما بتستعين بالجن؟ ابدا. وانا بدي صدقك هلا باستوديو لانه العالم عم بيحضرونا لازم صدق. انا بجيب لك كل اهل فوق منطقة فنيدي اللي هي بوادي خالد. نعم. وبجيب لك شيوخ وكلهم بدلوا على انك انت عم تخالف الشريعه بالاشياء اللي انت عم تقوم فيها. وانا اتصلت بسماحه المفتي هناك وبالشيوخ الموجودين بالمساجد. نعم. ما بيعرفوا عنك شيء له علاقه بالمنيح لهلا، هذا غير شهادات الناس. معلش النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. اجى لعنده شخص قال له كيف بدي اعرف اذا انا محسن ام مسيء؟ قال اذهب واسال الناس. فان قالوا عنك انك محسن فانت محسن. وان قالوا عنك انك مسيء فانت مسيء. نعم. نحن بنطلع نحن وهالشباب ومندور على قرى وادي خالد وبنسأل عن شوقي. آه. بس انا ما عندي شيء شخصي تجاهك، بس انا اكيد ما بعترف ولا بواحد مثل بس هذا الكلام انه ما بهالطريقه. خلص وقتي، بس بدي اخذ جمله واحده للخريطه. بس السؤال، بس السؤال انه لما يكون هذا الشيء بالجمله هذا شيء ملفت للنظر يعني، والمراجع الدينيه المفروض تكون عم تتدخل والمراجع الامنيه حتى المفروض عم تتدخل، لازم يكون في كشف على المنطقه لتحديد بالضبط شو عم يعني بيصير. يعني بدك اعطيكي تفصيل 80 شخص يعني اللي باستوديو يفهموا شو صار هناك. هذا الشيء عم بيصير مع الوقت وصار له زمان، الناس عم تسحر بعض عم تروح عند السحره. اذا صار ظاهره كارثه هيدا يعني. ما هي ظاهره موجوده، انا مثلا ببيروت مثلا عندي بالجمعه الواحده 40 حاله بعالج بس ما بتحسوا فيها مثلا. نعم. مثل اللي هلا بكون في ظاهره انفلونزا وبالمستشفيات بيعرفوا فيها، بس مش ضروري كل العالم تعرف شو عم بيصير بالمستشفيات. بس عندنا حالات فعلا فيها توصل للموت اذا قطع الاكل نتيجه هذا الموضوع. على كل حال في شيخين هن اللي عم ينحكى عنهم يعني شوقي ونجدات، والقصة والقصة حتى وصلت انه في شكوى للدولة بهذا الموضوع، بانتظار يكون في تحرك رسمي لانه الاعداد اللي عم ينحكى فيها ضمن منطقة واحدة اعداد مخيفة.